خيرك يا ربي، كثر خيرك يا ربي، كثر خيرك يا ربي، كثر خيرك يا ربي. بطرس احلى احلى عالم بطرس، عطول مبسوط يا حبيبي. انت اكيد بهالغيبه شابق اللوتو، يا الاولى يا الثانيه، ما تقول لي لا. لا يا رودي، طلقت مرتك؟ كمان لا. لقيت شغل؟ لا والله ما لقيت شغل. ايه عطول بحذرني. طب ليش مبسوط هالقد يا بطرس؟ عزبالي يا رودي، شو منك شايف البلد رح يغرق بالزباله؟ وهيدا الشيء بتشكر ربك عليه بطرس؟ اكيد رح يغرق بالزبالة. بتعرف شو يعني؟ شو يعني؟ يعني رح يصير أشهر من فينيز الغرقانة بالماء، ورح يصيروا السواح والعرسان من كل بلدان العالم يجوا ليأخذوا صور تذكارية فيه. شو؟ لك ايه، يمكن يصير أول بلد سياحي بالعالم، لأنه هاي معالم مش موجودة إلا بلبنان. مزبوط. لك ايه، كتر خيرك يا ربي، كتر خيرك يا ربي، كتر خيرك يا ربي، كتر خيرك يا ربي، ولك كتر خيرك يا ربي.